نظم أصحاب محلات الحي الصناعي في مدينة الناصرية تظاهرة احتجاجية على سوء إدارة بلدية الناصرية. المتظاهرون طالبوا عبر كاميرا رشيد واللافتات التي رفعوها، طالبوا الحكومة المحلية بالتدخل لرفع الحيف من قبل بلدية الناصرية التي تسعى بوسائل عدة إلى قطع أرزاقهم من خلال رفع أسعار الإيجار وزيادة قطع الكهرباء عن محارهم. كهرباء ماكو، لا خدمات ماكو، بلدية قاعد كل مدير بلدية يجينا يشد حزام حزام بحزام على الحي الصناعي، وين نروح؟ نشق هدومنا نتدمر دمار، هم شاكلك طلعوا يا بيك قطعوا الشارع، ذولا ما يستحون ولا يخزون، أول ما يرتكبون علينا الشرطة والجيش والأمة، احنا وين نروح؟ وين تروح؟ وين توجهنا؟ محلات تقفلها، لا كهرباء، الكهرباء ب 12 الظهر جبناها ب 12 الله يلغاها محمد. عندنا محلات بحي الصناعي بانينهن بالثمانينات، مده العقد 25 سنه، انتهى العقد بال 2001، ظلينا ندفع اجارات لحد 2010، الجماعه قاموا يزودون علينا البلديه كل سنه يزودون علينا، هسه هاي السنه سووها مليون و300، خدمات ماكو، بالشتاء فايضين، كهرباء ماكو. تبليط ماكو واجارات احنا محلات شغل ما عندنا، المحلات تارسه الولايه زين واحنا تقريبا 10,000 عائله بحي الصناعي. هي كان بزمن الطاقيه 39,000 39,000 هسه سواها استاذ احمد ركان من اجى، هاي صار له 8 اشهر من اجى، ها عيني سواها مليون و300 من 200,000 لمليون و300 على مود من على مود منصبه الاستاذ، هو احنا شنو نديع بالشوارع نروح نجدي. انا والله زونه دمرونا، قالوا لنا ابوكم طلعوا سلبوا بالشوارع حتى نحتبكم 20 سنه، وهم المجاهدين واحنا البحثين.